لحضراتكم مرة تانية، والخبر اللي جاي خبر من الأخبار اللي أعتقد هتهم كريم جدا. يعني خير. أعلن كونر ماكريجر، ده بطل منظمة الفنون القتالية المختلطة اللي هي الأمامي، شراء هنا يخت بقيمة 3 مليون يورو. أشار عبر حسابه على موقع إنستغرام إلى أنه اشترى النسخة الثانية أو 12 من هذا اليخت، في حين تم تصنيع فقط 63 يختا من إجمالي هذا النوع. يعني حاجة كده سبيسيال زي ما بيقولوا. طب خد بقى الحتة دي، عودي بقى قولي الحاجات بقى اللي بتخليك جيلي تشنجات. ماكريجر أصلا هو عنده يعني هو صغير، مواليد 88 من أيرلندا. طبعا النت وورث بتاعه أو يعني إجمالي قيمة الثروة بتاعته من الـ MMA 120 مليون دولار. ما شاء الله. يعني رقم ما أعتقدش أنه كبير قوي. ما شاء الله. ما شاء الله. بس هو من الأبطال طبعا في الـ MMA اللي لهم اسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا، فهو مش يعني مش شخصية رياضية قليلة. يعني حتى كان تصنيفيا كانوا بيتكلموا عن ان هو رقم 16 في قائمة أغلى الرياضيين حول العالم، فهو يعني ذو شأن كبير في الرياضة. و طالما بقى فتحتي باب الكلام على الأجور والأرقام الفلكية، معايا خبر تاني ليه علاقة بنادي أرسنال الإنجليزي اللي منح لاعبه الألماني مسعود أوزال مكافأة ضخمة تقدر ب 8 مليون جنيه استرليني في نهاية سبتمبر اللي فات، رغم إن هو ما بيلعبش مع الفريق بقاله أكتر من 7 شهور، يعني تحديدا من يوم 7 مارس اللي فات، ورغم خروجه من قائمة الفريق للدوري الأوروبي إلا أنه حصل على 8 مليون جنيه استرليني كمكافأة ولاء نتيجة للعقد الموقع في يناير 2018. ويعتبر هذا اللاعب الألماني البالغ من العمر 31 سنة هو صاحب أعلى أجر بين اللاعبين في أرسنال، ويبلغ راتبه الأسبوعي 350 ألف جنيه استرليني. اللهم صلي على كامل النور عشان يبقى الخبر مكتمل. ماشي، كلها حاجات بسيطة. رفايع فضت خيري. نروح بقى لحكاية بعد كده عن شاب باكستاني هو عملاق، يعني عملاق البنية، بيدعى مداثر كوجر. هو بيبلغ طوله نحو كام يا كريم؟ 2.30 متر. طبعا هو طول يعني مش المألوف مش الطبيعي. هو أصبح هنا أول أو أطول لاعب كراكت في العالم كله بعد سنوات. بس قبل كده أحكي لكم برضو حتة عن التاريخ، هو عانى من التنمر بسبب طوله، وذكرت هنا صحيفة الديلي ميل البريطانية إن جوجر البالغ من العمر فقط 21 عام تم اختياره بالفعل من الفريق المحلي للكريكت، وبيأمل في ان هو يلعب مع منتخب باكستان يوما ما. اللاعب قال كمان ان كنت اطول طفل في المدرسة وكان طولي 182 سنتيمتر يعني عندما كنت في العاشرة من عمري، وبلغ هنا بعد كده 2 عندما التحق بالثانوية العامة أو الثانوية بقى عندهم. يعني كانت أسرتي قلقة لأنني واصلت النمو إلى ذلك الطول، ولم يتمكنوا من فهم سبب زيادة طولي عن إخواتي، وما إذا كان ذلك بسبب يعني سيسبب لي مشاكل لاحقا. فبص بقى يعني هنا من مش هنقول ابتلاء ولكن شيء مختلف، بس خلاه يبقى بعد كده بطل. فيعني دي قصة نجاح. أنا أعتقد إن هي القدر بيلعب يعني برضو هنا دور، إن الواحد بيبقى فاكر إن هو جات له مشكلة أو عنده نقمة في حياته أو ابتلاء معين، وبيصبح إن الابتلاء ده هو سبب نجاحه بعد كده، فحدش فعلا عارف. عارفة زي إيه مع الفرق؟ يعني زي الناس لما بيبقى مثلا في حد وزنه فوق 250-300 كيلو، وطبعا مش عارف يعيش باي حال من الاحوال، ولكن مثلا يتم توجيهه واستخدام هذا الوزن المفرط في حاجه زي رياضه السوم مثلا. والله صحيح بجد، يعني ده لو ما كانش الشخص ده مارس النوع ده تحديدا من الرياضه كان هيفضل عايش حياه كامله بيعاني فيها بس، لكن بعد كده تحول الى بطل. يعني يعني فعلا على رايك ممكن رب ضاره نافعه زي ما بيقول. طيب تعالوا بقى نروح لخبر عن كريستيانو رونالدو حبيب قلبي من جوه اللي كل يوم والتاني يعمل تاتش شكل يستفزنا بيه كلنا. المهم الخبر ان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جدد اهتمامه بشان التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس البالغ من العمر 35 سنه خلال سوق الانتقالات الصيفيه لعام 2021. يريد الفريق الباريسي الاستفاده من ازمه يوفنتوس الماليه بتقديم عرض لرونالدو، وطبعا مع العلم ان النجم البرتغالي هو نفسه عايز يكمل، يعني يريد الاستمرار مع الفريق الإيطالي حتى نهاية تعاقده في عام 2022، حيث يحصل على 31 مليون يورو سنوياً.